السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. إن شاء الله النهاردة كلامنا عن لون جميل جدا كلنا بنحبه، الكافيه لاتيه. من الألوان الحلوة جدا في الرسم حتى في دهانات الحوائط. لو جينا نشوف مكونات الكافيه لاتيه كمكونات للون، هنلاقي إنه بيتكون من 4 ألوان، بس هتلاقوا النسب بعيدة عن بعض جدا. رقم 1 التيتانيوم وايت، اللون الأبيض، لأن لون الكافيه لاتيه لون فاتح، فأكيد اللون الأبيض هو هيكون اللون الغالب فيه. رقم 2 اللايت بلو، اللون الأزرق الفاتح. رقم 3 الكادميوم أورانج، اللون البرتقالي الغامق سنة. وأخيرا الكوبالت تيل، أو نقدر نقول التركواز الفاتح. هتتفاجئوا حضراتكم لما تعرفوا تركيزات الألوان عشان تكون اللون الكافيه لاتيه. زي ما احنا متعودين مع بعض ان انا بقول لحضراتكم تركيزات الالوان والنسب او المقادير والاجزاء الخاصه بتركيب اللون، وحضراتكم تبداوا تشتغلوا على اللون وتكونوه وتبلغوني في التعليقات وصلتوا لايه. تعالوا نشوف نسب الالوان. بالنسبه للون الابيض، لان هو اللون الغالب والغالب قوي كمان، فهيكون نسبته 91%. انت متخيل 91%؟ يعني بنتكلم في 9% باقي الالوان عشان تكون لون، حاجه لا تذكر خالص، مجرد حاجه بس تدي تنش كده عشان توصل للون او درجه من درجات اللون البني. تاني لون اللون الازرق او اللايت بلو. غريب قوي يبقى فيه لون ازرق. ما هوش غريب قوي، لان النسبه بتاعته مفيش، 3.8 3.8%. اللون الثالث اللون البرتقالي او الكادميوم اورانج، برضه نسبته 3.6%. يعني اللون البرتقالي واللون الازرق نسبتهم واحده. اللون الاخير اللي هو الكوبالت تيل او التركواز الفاتح، نسبته لا تذكر، مفيش خالص، 1.5%. يعني حاجه مفيش خالص اصلا. طيب تعالوا نشوف بقى النسب دي، لان احنا قلنا مش هنشتغل بالنسب، احنا بس النسب علشان نبقى عارفين اللون ده بيتكون من ايه بالظبط، ونبقى عارفين احنا ماشيين ازاي، ان اللون ده فعلا الغالب فيه اللون الابيض، بعد كده اللون الازرق وهكذا. انت هتلخبطنا ليه؟ ازرق ايه اللي دخل الازرق؟ ما هو الازرق حضرتك 3% مع الابيض مع اللون البرتقالي هيدي حاجه تانية خالص. يعني تقدر تقول ان الازرق مع البرتقالي ممكن يدي درجه من درجات اللون السيانة او اللون البني. تعالوا لو هنشتغل بالاجزاء المقادير هنشتغل ازاي. تخيل ان اللون الابيض 25 جزء بالنسبه للون كله. يعني لو هنستخدم الاجزاء، نظريه الاجزاء، يبقى 25 جزء من اللون الابيض، يليه جزء واحد فقط من اللون الازرق الفاتح لايت بلو، يليه جزء واحد فقط من اللون الكادميوم اورنج. يعني حضرتك لو بصيت هتفهم ان القصه كلها قصه ان هو لون ابيض فقط، وفي تركيز لون عشان يدي الاحساس باللون البني اللي هو درجه الكافيه نفسها، كما لو كان عندنا بالظبط لون ابيض وحطينا عليه نقطه بني بالظبط. طيب هو انت ليه ما قلتش بني؟ ينفع بني؟ ينفع ان انا احط اللون الابيض اللي هو 25 جزء ده احط عليه درجه من اللون البني؟ لكن انا بوري حضراتكم جمال الالوان في الخلط بتاعتها، ازاي نكون لون من 4-5 ألوان ما تقدرش تتوقع ان هما فعلا يطلعوا اللون ده. يعني اللون الازرق الفاتح مع اللون البرتقالي يدوا درجه من درجات اللون البني، الدرجه دي لما نحطها على اللون الابيض يدي الدرجه اللي احنا قلناها، درجه اللون الكافيه لاتيه. طب بالنسبه للون التركواز، لا بالنسبه للاجزاء مش محتاجينه، احنا عرفنا ان هو مكون من المكونات لكن مش محتاجينه. هل معنى كلامك ان احنا ملتزمين فقط بال4 ألوان دي علشان نكون اللون كافيه لاتيه؟ لا خالص. من جمال الالوان ومن جمال سكيم الالوان ان احنا نبدا نالف، يعني نحط لون على لون يكون لون مختلف خالص نستخدمه لتكوين لون تاني. زي ما قلت لحضراتكم ممكن فعلا نستخدم اللون البني، وممكن نستخدم الدرجات اللي انا قلت عليها علشان نكون اللون. طيب في سؤال صغير بس كده انا نفسي بساله، هو انا بشتغل هقعد اقول 25 جزء من اللون الابيض مع جزء من اللون الازرق مع جزء من اللون البرتقالي، او 25 جزء من اللون الابيض مع جزء من اللون البني، انا هفضل اشتغل كده؟ هو انا هرسم ولا هقعد احسب؟ انا قلت لحضرتك انت تبقى عارف زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت بالوايم، عارف ان اكبر جزء في القصه كلها هو اللون الابيض، وبالتالي حضرتك وانت بتشتغل باللون الابيض عارف انك هتضيف درجه من درجات اللون البني، لان 3% من الازرق او 3% من البرتقالي او حتى 6% من اللون البني حاجه لا تذكر، يعني عباره عن نقطه صغيره من اللون البني، نقطه. فيبقى انت عارف وانت شغال ان اكبر جزء عندي هو اللون الابيض، يبقى بالنسبه للاجزاء 25 جزء من اللون الابيض هيليهم جزء واحد من اللون الازرق فاتح، هيليهم جزء واحد من اللون البرتقالي، او 25 جزء من اللون الابيض هيليهم جزئين من اللون البني. اتمنى حضراتكم تجربوا الطريقه وتجربوا خلط الالوان، ويا ريت نلتزم بدرجات الالوان اللي انا قلتها علشان نوصل بالظبط للدرجه اللي احنا عايزينها الكافيه لاتيه. في انتظار تعليقات حضراتكم ونشوف وصلنا للون ولا لا. لو الحلقه عجبت حضراتكم ما ننساش نعمل شير ولايك، وطبعا لو لسه ما اشتركناش نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقات الجايه. السلام عليكم.